وعن ذات الموضوع ينضم إلينا مباشرة من تونس مراسلنا فاتح الفالحي. مساء الخير فاتح، وكل عام وأنت بألف خير. مساء النور حسام، كل عام وأنت بخير وللمشاهدين جميعا. فتح، حكومة كفاءات إذن لأول مرة في تاريخ تونس، ما هي ملامح هذه التشكيلة الحكومية؟ نعم حسام، بعد انتظار طويل لأكثر من شهر ونصف تقريبا في المشاورات، وأيضا في انتظار للإعلان عن تركيبة هذه الحكومة، اليوم لحبيب الجملي ومنذ دقائق أنهى ندوة صحفية في قصر قرطاج، قال خلالها بأنه عرض على رئيس قيس سعيد تركيبة الحكومة وأنها ستمرر إلى البرلمان لمنحها الثقة. في الواقع فجاءنا لحبيب الجملي بعدم ذكر أسماء الوزراء، مشيرا فقط إلى أنها في طريقها إلى البرلمان بعد أن يطلع عليها رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية لمنح ثقة. الجملي حسام أكد أن الاختيار للوزراء تم على قاعدة الفاعلية والنجاعة لمعالجة الملفات المطروحة خاصة الاقتصادية، وأن عنصر الاستقلالية وهذا الأهم هو مضمون، وحي حركة النهضة التي كلفته وقال بأنها دعمتني كثيرا في الاتجاه نحو حكومة كفاءات غير متحزبة. لأول مرة تقريبا في تاريخ البلاد تفضي انتخابات تشريعية إلى حكومة غير متحزبة، شدد على أن المقياس الأساسي للعمل لهذه الحكومة هو مدى تنفيذ البرنامج العام، وأن كل وزير سيحدد لوزارته برنامجا طويل المدى. قال بأن حكومته حافظت على نفس التركيبة ونفس الهيكلة للحكومة الحالية، يعني ليست هنالك لا تقليص في عدد الوزراء ولا ممكن إحداث خطط جديدة. نعم حسام. نعم فتح، يعني الجملي أوضح أن الرئيس التونسي سيطلب من البرلمان تحديد جلسة لمنح الثقة لحكومته الجديدة، يعني هل هناك معطيات أو مؤشرات تشير إلى أن الحكومة ستحظى بثقة البرلمان فتح؟ نعم حسام، الحبيب الجملي بيّن أنه متأكد من دعم الأحزاب في مقدمتها حركة النهضة لحكومته، وقال بأن حكومته هي في الواقع ليست ضد الأحزاب ولكنها تكرس الاستقلالية وتكرس ابتعاد الأحزاب والأعضاء عن أي نشاط حزبي أو عن أي انخراط في الأحزاب. قال بأن يعني حكومته ستنال الثقة حتما في البرلمان، تحدث بكل ثقة في النفس، ولكن مثل ما رصدنا حسام هنالك عدم رضا من داخل بعض الأحزاب عن حكومة الكفاءات، من ذلك حركة النهضة التي كلفت رئيس الحكومة بتشكيل الحكومة. هنالك قيادات داخلها اعتبرت وأن حكومة كفاءات يعني هي ضرب لنتائج الانتخابات، وأن حتى بعض القيادات في حركة النهضة قالت ممكن أنه تخير الذهاب إلى إعادة الانتخابات على أنها يتم تمرير هذه الحكومة. حركة النهضة قلب تونس وبعض الكتل الأخرى قد تدعم هذه الحكومة، مما سيمكنها من نيل الثقة ربما بأزيد بقليل من 109 أصوات، وهي الأصوات المطلوبة لمنح الثقة في البرلمان. نعم حسام. من تونس مراسلنا فتح الفالحي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.